الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فعودة إلى مواصلة قراءة هذا النظم الماتع الرائق، والذي يجعلنا نجتمع حول كرسي الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه في الفقه. فهذا النظم هو نظم مولانا عبد الواحد ابن عاشر، وعبد الواحد ابن عاشر هذا علم من أعلام الفقه المالكي، من المتأخرين منهم، من المتأخرين منهم. والحقيقة أن قرأنا سويا ما كتبه عبد الواحد ابن عاشر على مدى دروس طويلة ومتطاولة، حتى قرأنا نحو من 60 و100 نحو من 60 و100 من أبيات منظومة عبد الواحد ابن عاشر، وهي منظومة بلغت أبياتها أكثر من 300 بيت، ونحن معها بإذن الله تعالى حتى نختمها، وهي خطوة على طريق طويل لمن أراد أن يقرأ الفقه المالكية. جميل. كنا قد قرأنا في الدرس الماضي مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، ورأينا كيف تبطل الصلاة على اختيارات إمام المذهب رضي الله تعالى عنه، حتى وقفنا عند أول فقه الجمعة، فقه الجمعة. والجمعة هذه من الأمور التي يجب أن يفقهها وأن يتعلمها المسلم العادي، لأن الجمعة فريضة على طلاب العلم فقط أم أنها فريضة على المسلمين جميعا؟ نعم، هي فريضة على المسلمين جميعا، ولكن بشروط وفقه وترتيب نحن نعرف جانبا منه الآن. يقول مولانا عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى: فصل بموطن القرى قد فريضت صلاة جمعة لخطبة تلت. ما معنى هذا الكلام؟ أولا أريد أن أقدم بمقدمة في غاية الأهمية حول الجمعة قبل أن نبدأ في شرح هذه الكلمات في البيت رقم 60 و100. جيد. الجمعة لماذا سميت جمعة؟ لاجتماع الناس فيها. الجمعة سميت جمعة ليش؟ لاجتماع الناس فيها. ما حكمها؟ حكمها فرض عين، فرض وبالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، هذا يجب أن يدركه طالب العلم قبل أن يبدأ في شرح هذه الأبيات، أن حكم الجمعة عند في المذهب المالكي ماذا؟ فرض عين. طيب الآن، هي ظهر مقصورة أم أنها جمعة، يعني صلاة مخصوصة، أم أنها ظهر مقصور؟ خلاف عند العلماء، خلاف عند العلماء. قيل هي ظهر مقصور. ما معنى ظهر مقصور؟ أي أنها صلاة الظهر لكنها قصرت إلى ركعتين. والخلاف يبدو في ماذا؟ في النية. الخلاف يبدو في النية. الشارح هنا يقول لنا هذه المقدمة بكلمات سريعات يسيرات جميلات رائقات. يقول: الجمعة بضم الميم أو سكونها، الجمع أو الجمعة، من الجمع لاجتماع الناس فيها، ولا خلاف في كونها إيه؟ هذا الذي ذكرته لكم منذ قليل، ولا خلاف في كونها، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. وقد اختلفوا هل هي صلاة قائمة بنفسها أم هي ظهر مقصور. تفهمون ما معنى ظهرا مقصورا؟ ها؟ فائدة الخلاف تظهر في النية. فإن قلنا إنها قائمة بنفسها فينوي صلاة الجمعة، إذا دخل المسجد حضر الخطبة بدأ يصلي ينوي ماذا؟ صلاة الجمعة. وإن قلنا أنها ظهر مقصور فينوي ظهر جمعة، والأظهر في المذهب أنها فرض يومها. كيف يعني فرض يومها؟ أنها فرض لهذا اليوم، يعني ليست ظهرا مقصورا ولا شيء، ليست ظهرا مقصورا. وقتها متى وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة الجمعة من وقت الظهر إلى المغرب، من وقت الظهر إلى المغرب، حتى يبقى قبل المغرب وقت يؤدي فيه الإنسان صلاة الإيش؟ صلاة العصر. وقتها كالظهر ويمتد إلى الغروب، لا يمتد إلى صلاة العصر مثلا، لا، بل يمتد إلى الإيه؟ إلى الغروب. لكن لها وقت ضروري، وقتها الضروري أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب يدرك به إيش؟ العصر. أنا الآن أريد
أن أصل معكم إلى نقطة في غاية الأهمية. على من تجب الجمعة؟ على من تجب الجمعة؟ الجمعة واجبة على الذكور دون الإناث. دون فهل الجمعة واجبة في حق المرأة؟ الجمعة ليست واجبة في حق المرأة، إنما هي واجبة في حق الذكور، وأيضا واجبة في حق المقيم دون المسافر. دون المسافر، فالمسافر هل عليه جمعة؟ ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة. وأيضا هي واجبة في حق الحر، ليس في حق العبد. إذن شروط وجوبها كم؟ ثلاثة: الذكورة والإقامة والحرية. ونستطيع أن نقول وامتناع الأعذار. وامتناع الإيه؟ مثل ماذا الأعذار يا شباب؟ المرض، ومثل المطر، ومثل الوحل. ومثل ماذا؟ الوحل. إذن شروط وجوب الجمعة كم؟ أربع شروط: الأول الذكور دون الإناث، اثنين الإقامة، المسافر ليس عليه جمعة، المسافر ليس عليه جمعة، ثلاثة الحرية، فليس على العبد جمعة. طيب الذكور البالغ عليه جمعة؟ البالغ عليه جمعة، قبل البلوغ ليس عليه جمعة. إذن الجمعة ليست واجبة على الأطفال ولا على النساء. والسؤال: فإن أدت النساء صلاة الجمعة تقبل منها ولا لا تقبل؟ تقبل منها، ويؤجرون عليها على أنها ليست في حقهم واجبة، ليست واجبة في حقهم. فإن أداها الأطفال فالأطفال أيضا تقبل منهم، ويؤجرون عليها على أنها ليست واجبة أيضا في حقهم. وإذا واجبة في حق الذكور دون الإناث، واجبة في حق المقيم دون المسافر، واجبة في حق الحر دون العبد. فإن أدتها المرأة وأداها الطفل الصغير ففي حقهم إيش؟ تقبل إن شاء الله، وليست واجبة في حقهم. الجمعة يا سادة درة من درر الله تعالى لهذه الأمة الإسلامية، وفي فضلها كلام طويل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا هنا لا نتكلم عن الجمعة من باب الترغيب في أدائها، بقدر ما أننا نتكلم عنها من باب أحكام فقهها، من باب الأحكام الفقهية الخاصة إيه؟ الخاصة بها. هل تفهمون يا شباب؟ نعم. الكلام هذا بهذه الطريقة واضح؟ واضح. الآن هذه هي المقدمة، ونلخص سريعا. لماذا سميت الجمعة بالجمعة؟ لاجتماع الناس فيها. ما حكمها عند المالكية؟ فرض عين. وما دليلها؟ ومن أين استقينا دليلها؟ من الكتاب والسنة والإجماع، فهي واجبة. والسؤال: هل هي ظهر مقصور أم أنها صلاة مستقلة؟ اختلاف. بعضهم قال هي ظهر مقصور، وبعضهم قال هي صلاة مخصوصة، أي أنها فرض يومها. فرض إيش؟ يومها. وهذا هو الراجح في المذهب، أنها ليست ظهرا مقصورا، وإنما هي ماذا؟ فرض يومها. هذا من المقدمة. وأيضا على من تجب الجمعة؟ تجب على الذكور، على المقيم، على الحر، ولا تجب على من كان في حقه أعذار مانعة. الأعذار المانعة مثل ماذا؟ ها؟ المطر، الخوف، المرض، بعد المسافة عن المسجد، يعني إن كان إيه؟ إن كان مسافرا فلا تجب عليه صلاة الجمعة. بعد ذلك ينتقل هذا كله بين يدي فقه الجمعة، يعني تستطيعون أن تقولوا هذا بين يدي فقه الإيه؟ فقه الجمعة. وأول ما بدأ به عبد الواحد بن عاشر تستطيعون أن تسموه شروط أداء الجمعة. شروط أداء الجمعة يا شباب: لا يحل لطالب علم ألا أن يعيش طالب علم مسلم لا يعرف شروط أداء الإيه؟ أداء الجمعة. الجمعة هذه قال من تركها فقد نكت في قلبه نكتة سوداء، يعني هذه في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. الجمعة أول ما أديت بعد الهجرة أديت في مسجد ماذا؟ في مسجد قباء، مش القبة. أنت ذهبت إليه، كيف تقول عنه مسجد القبة؟ اسمه مسجد إيش يا مشايخ؟ مسجد قباء. المهم الآن يبدأ عبد الواحد بن عاشر في المنظومة بذكر شروط أداء الجمعة. شروط ماذا؟
أداء الجمعة. فماذا يقول في البيت الأول؟ اقرأ معي ماذا يقول وقد قرأناه منذ قليل؟ قال فصل بموطن القرى قد صلاة جمعة لخطبة تلت. يقول شروط أداء الجمعة خمسة. انتبهوا يا مشايخ، شروط أداء الجمعة كم؟ خمسة. واحد، الاستيطان. الإيش؟ الاستيطان. فلا على المسافر جمعة، الذي لا يعيش في وطنه ليس عليه جمعة. فإن كانوا في وطن ولو قرية ولو آمنون فيها، آمنون فيها يعني يعيشون حياة مستقرة، فإن الجمعة في حقهم واجبة. فالذين يعيشون في الصحراء وينصبون الخيام ويرحلون من مكان إلى مكان، هذا وطن؟ لا. هل الجمعة في حقهم واجبة؟ ليست واجبة. يقول فصل بموطن القرى. بموطن القرى، موطن القرى هذا يقصد به ماذا؟ الاستيطان. ويقول الشراح حول كلمة بموطن القرى التي قالها ابن عاشر هذه، يقولون لا انتبه، يقول بموطن القرى يعني ليس شرطا أن يكون الموطن مصر من الأمصار، أقصد مدينة من المدن، ليس شرطا. فمن الممكن أن تكون أن يكون الوطن قرية، ولو قرية إيه؟ ولو قرية صغيرة، المهم أن يكونوا إيش؟ يحيون حياة آمنة مستقرة، فإن الجمعة في حقهم واجبة. فصل بموطن قد فرضت، هذا الشرط الأول. هذا الشرط ها، بموطن القرى قد فرضت. طيب والشرط الثاني قال صلاة جمعة لخطبة تلت. يعني الشرط الثاني في أدائها أن تكون الصلاة، أن تكون الصلاة تالية للخطبة. أن تكون الصلاة إيش؟ تنتبه للفظة ابن عشر، ها، صلاة جمعة لخطبة تلت. ما معنى تلت؟ أن الصلاة تأتي تالية لماذا؟ للخطبة. إذن هنا شرط، بل لا، بل شرطين. الأول أن تكون الصلاة تالية لل، الثاني أن يكون لها خطبة. أن يكون لها إيش؟ خطبة. أولا نأخذ بعض التفريعات حول كلمة أن الصلاة تأتي تالية لماذا؟ للخطبة. فماذا إن صلى المسلم أو الجماعة الجمعة ثم بدأوا في الخطبة؟ يعني جعلوا الصلاة قبل الخطبة، مثل ماذا؟ مثل صلاة العيد. ماذا إن حدث هذا؟ جعلوا الصلاة أولا ثم الخطبة، ماذا؟ ماذا يحدث؟ ماذا نقول لهم؟ ها؟ نقول غير صحيح. أيوة، ماذا يفعلون؟ أنا أتكلم الآن في شروط الأداء، يعني أنا أؤدي الجمعة الآن، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة أم يعيد الصلاة والخطبة؟ يعيد الصلاة والخطبة أم يعيد الصلاة فقط؟ ها، صلوا الجمعة قبل الخطبة، يعيد الصلاة ولا يعيد الخطبة؟ يعيد الصلاة يعني صلى وخطب، نقول له صلي بعد الخطبة، فإن الصلاة ماذا؟ تالية، والصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة الإيش؟ العيد، وهي تالية للخطبة في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة. طيب إذن لا تجب الجمعة إلا في الاستيطان، وعرفنا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون الصلاة تالية للخطبة، هذا يعني أن هناك ماذا؟ أن هناك خطبة، والخطبة لها سبع شروط. لها كم شرط؟ فإن تخلف شرط منها تقع الخطبة باطلة. فإن وقعت الخطبة باطلة ماذا يحدث؟ تقع الصلاة فتضيع الجمعة على المسلمين. لا، لها كم شرط يا مشايخ؟ اسمع معي يا سيدي الكريم. أول شرط أن تكون خطبة الجمعة من قيام. تفهم؟ تكون خطبة الجمعة إيه؟ من قيام. كيف يعني من قيام؟ يعني لا يأتي الخطيب خطبته وهو جالس. فإن كان مريضا لا يستطيع القيامة يسأل سؤال، ألا يوجد من يخطب الجمعة غيره؟ يخطبها غيره. فالشرط أن يأتي الخطيب خطبته من قيام. واضح؟ هذا الشرط الأول، أن يأتيها من أين؟ من قيام. طيب، وأن تقع الخطبة بعد الزوال. بعد الإيه؟ يعني الظهر الآن في بلادنا يؤذن عند الساعة الواحدة إلا دقائق عن الواحدة بالضبط. فإن بدأ الخطبة 12:30 تكون الصلاة صحيحة أم باطلة؟
لا تكون الخطبة في موطنها. إذن الشرط الأول ماذا؟ أن تكون من قيام. الشرط الثاني أن تقع بعد الزوال. الشرط الثالث أن تكون جهرا. جهرا أن تكون لا سرا. فكيف تكون سرا وتكون خطبة؟ كيف يعني أنا سافعل هكذا يشير إلى يفهمونني بلغة الإشارة؟ لا، يجب أن تكون جهرا. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره في مسجده الأنور وصوته جهور، حتى قالوا كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من في البطحاء، يسمع من في البطحاء. حتى كان واقفا يوما على منبره الشريف في خطبة الجمعة فقال بصوت جهور مسموع: اجلس. يريد بذلك واحدا ممن هم في المسجد، قال مثلا هذا يقف اجلس. فسمع هذا الصوت، سمع صوته صلى الله عليه وسلم رجل جاء في الطريق ليدرك الجمعة، فلما سمع كلمة اجلس جلس في مكانه في الصحراء. قالوا: لما تفعل، لما فعلت هذا؟ قال: لا سبيل إلى مخالفة أمر النبي، برغم من أن النبي لم يوجه له الأمر إلا أنه سمع كلمة إيش؟ اجلس، فجلس في مكان. هذا يعني أن خطبته كانت جهرا أم كانت سرا؟ جهرا. إذن هذه شرائط خطبة الجمعة: الأولى من قيام، الثانية بعد الزوال، الثالثة أن تكون جهرا، الرابع، الشرط الرابع أن تكون بالعربية. فلا يجزئ أداء خطبة الجمعة بغير ال... طب هناك بلاد كثيرة جدا يصلون الجمعة وهم ليسوا عرب مثلكم، فماذا تفعلون هناك؟ يبدأون الخطبة بلغة البلاد المحلية ثم يترجمونها بالعربية في نفس خطبة الجمعة، صحيح؟ لماذا؟ لماذا تفعل؟ مع أن معظم الجالسين في المسجد لا يفهمون العربية، ومع ذلك يجب أن تترجموها لل... أدركتم الآن لماذا تترجمونها للعربية؟ لماذا؟ تضيعون أوقاتكم؟ لا، ولكن لماذا تترجمونها للعربية؟ ليفهم من؟ من يفهم اللغة العربية عندكم؟ قليل، قليل، ولكن ليس ليفهم العرب أو لا، ليس ليفهم من يفهمون العربية، لا، لأن الذين يفهمون العربية في بلادكم يفهمون اللغة المحلية أيضا، فما قيل باللغة المحلية قد فهموه، فلماذا تترجمونها للعربية؟ لأنها من شروط صحة الجمعة. لأنها ماذا؟ شروط صحة الجمعة، لا تصح وإن كنا في بلاد الإيش؟ في بلاد العجم. حتى لو كنا في بلاد العجم نقولها باللغة العجم المحلية ثم نترجم معناها أو خلاصتها باللغة الإيه؟ باللغة العربية. الآن كم شرط لخطبة الجمعة يا شباب؟ الأول أن تكون من قيام، ها؟ وأن تكون بعد الزوال، والرابع هذا الثالث، طيب والرابع وأن تكون، الخامس أن تتصل الخطبة بالصلاة. تتصل الخطبة، كيف يعني تتصل الخطبة بالصلاة؟ يعني إن انتهى من الخطبة نبدأ في الصلاة، ويسمح في المذهب بالفاصل اليسير. الفاصل، كيف يعني الفاصل اليسير؟ ما معنى الفاصل اليسير؟ يعني مثلا خطب الخطيب الخطبة ونزل ليصلي بالناس، فاكتشف أن وضوءه قد انتقض، ماذا نفعل؟ نقدم آخر يصلي مكانه. في المالكية لا، الذي يخطب هو الذي يصلي. وبعض الآراء في المذهب تبطل الصلاة إن صلى غير الخطيب، تفهم؟ تخيل، لا، في المالكية لا، الذي خطب هو الذي يصلي، هو كده المذهب عندنا، كذا هكذا. طيب فهل هناك في المذاهب الأخرى يجوز لمن خطب ألا يصلي ويصلي غيره؟ عند الشافعية موجود يجوز، لكن عندنا في المذهب لا. فإن اكتشف الخطيب أن وضوءه قد انتقد ماذا يفعل؟ يذهب ليجدد الوضوء ثم يأتي ليصلي، هل هذا وقت؟ طيب فاصل أهو، لكن هذا الفاصل طويل أم قصير؟ يسمح بهذا الفاصل القصير في ماذا؟ في المذهب يسمح بهذا الفاصل القصير، لكن الفاصل الطويل لا، يعني ينتهي من الخطبة ثم يذهب لتناول طعام الغداء ثم يسلم على زوجته وأولاده ويشرب الشاي ثم يأتي ويصلي. لا بد أن يكون هناك صلة مباشرة بين الخطبة والصلاة. ثم يأتي الشرط السابع وهو عجيب جدا، السادس أو السابع، السادس عجيب جدا، قال أن تكون مما يقال عنه في العربية خطبة.
أن تكون مما يقال عنه في العربية خطبة. بمعنى إيش؟ بمعنى أن يكون فيها السجع ولو بجملة واحدة: يا أيها المسلمون اجتنبوا ما نهى الله عنه وافعلوا ما أمركم به. غير فإن كان كلام لا يقال عنه في اللغة العربية خطبة فلا يجزئ في صلاة الجمعة، فلا يجزئ. الآن شروط أداء صلاة الجمعة كم؟ ثلاثة. الذي ذكرناه نحن الآن كم؟ ثلاثة. الأول أن تكون في الاستيطان، والثاني أن تكون الصلاة عقب الخطبة، الشرط الثالث أن يكون لها خطبة، وأن الخطبة لها شروط ستة ذكرناها في هذا المجلس. ماذا أيضا من شروط الخطبة؟ أقصد من شروط صلاة الجمعة، من شروط أدائها، هذا ما نلتقي عليه في المرة القادمة إن كنا من الأحياء، ونحن نقرأ سويا متن عبد الواحد بن عاشر في الفقه المالكي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.